من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. تحسين العلاقات المصرية السودانية في لقاء شكري والغندور. الجيش الليبي ينقذ 5 مصريين بعد تحطم قاربهم. معرض الكتاب يستقبل جمهوره في الصباح. الأرصاد الجوية تحذر من الضباب. وإليكم تفاصيل النشرة. علاقتنا قوية ومتمسكون بتحصينها، هذا ما أكده سامح شكري وزير الخارجية ونظيره السوداني إبراهيم غندور خلال لقائهما على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية 30 للقمة الإفريقية في أديس أبابا. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، حيث اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى تلك العلاقات، مشددين على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في الجانبين وضرورة تجنبها لأي مظاهر للإساءة، ومؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين. صفقة القرن لن تمر، هذا ما أكده أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن القدس أو حق العودة ولن يقبلوا بإقامة الدولة إلا على الأراضي الفلسطينية، ومستنكرا استمرار السلطة في التنسيق الأمني مع إسرائيل، داعيا منظمة التحرير لوقف الاعتراف بالكيان الصهيوني وإنهاء اتفاقية أوسلو وتبني استراتيجية موحدة تجمع جميع الفصائل لمواجهة الاحتلال، محذرا من المساس بسلاح المقاومة الذي يريدون نزعه ضمن ما يسمى بصفقة القرن، مؤكدا أن خيار المقاومة هو الطريق الوحيد والأقصر لاستعادة الحقوق، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، مناشدا العرب والمسلمين بوقف الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. 1,350,000 تأييد لمرشح انتخابات الرئاسة، هذا ما أعلنه المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تستعرض السبت عددا من طلبات منظمات المجتمع المدني التي تم فحصها للفصل في أمر قبولها من عدمه. وكان الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة قد أعلن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أرسل مندوبا عنه لاستيفاء الأوراق المطلوبة للكشف الطبي تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه حصل على خطاب موجه لإحدى المستشفيات التي حددتها المجالس لإجراء الفحوص والتحاليل، ومن المقرر ظهور النتائج خلال 48 ساعة ليتم بعدها تحديد ميعاد للكشف الطبي خلال 24 ساعة من ظهور نتائج التحاليل. أنقذت السرية البحرية التابعة للجيش الليبي 5 بحارة مصريين بعد أن أدت سوء الأحوال الجوية وعطل المحرك إلى تحطم قاربهم على شواطئ رأس التين شرق مدينة درنة. وقال قائد عمليات عمر المختار في ليبيا إن 10 بحارة مصريين في عداد المفقودين، مؤكدا أنه جاري البحث عنهم. يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب جمهوره صباح اليوم سبت بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية من بينهم الجزائر كضيف شرف، فيما أشار الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب إلى وجود تخفيضات كبيرة على إصدارات الهيئة لتشجيع الجمهور على القراءة، كما تقدم هيئة قصور الثقافة العديد من الأنشطة لفرقتي الفنون التلقائية من حلايب والفنون الشعبية من شلاتين، بالإضافة إلى خيمة لهما بالمعرض تضم حرفهما التقليدية والشعبية والتي سيتم طرحها للبيع. الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة صقيع، فقد قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، فيما تتكون معها شبورة مائية كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق، مضيفا أن الرؤية ستنخفض لأقل من 1000 متر وذلك ابتداء من منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من النهار، مناشدا هيئة الإسعافات وإدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن حوادث المركبات على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة بإذن الله.